جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. نهايه اسبوع سعيد للناس الكل، ميرسي على الاستماع. احنا رجعنا معكم في موعد استرستو بيه حبيتوه يرجع من جديد وتسمعوه لو سبيكتاكل في الدوزيام اديسيون نتاعو ليميسيون اللي لمت المع نجوم تونس في الفن والغناء. ترجع من جديد اون ديريكت من سليم سونتر. يا اهلا وسهلا بيكم، مرحبا على الفريكونس نتاعنا وكلكم في تونس ولا خارج تونس تسمعونا على سيت نتاعنا www.jwhara.fm. الناس اللي تسمع قلتلكم هذايا موعد كيما عشيه السبت نتاع ليون، اما هذايا موعد نتاع السناب بالمع نجوم تونس في الفن والغناء. يكونوا حاضرين معنا اذا كان تحبوا تفرجوا في لو سبيكتاكل اون ديريكت، تنجموا تجيو قدام سليم سونتر في سونتر كوميرسيال في سوسه. معكم عبد السلام، جو تحب تسمع صوت الكيب الكل. انا حاضر الدوزيام اديسيون، وانتم حاضرين ولا ماكوش حاضرين؟ حاضرين. الاديسيون اللي مستدامنا مع نجمه توصيله، نجمه هديه نجحت باكثر من اغنيه تحضر معنا وحبيناها تكون هي النجمه نتاعنا في لا بخوميييغ اديسيون من لو سبيكتاكل في الموسم الثاني. نجمه جيبوليها المجنون ولعت نجمه تحبت بجوني مار. انا فاخر مرحبا بيك على جوهر اف ام. مرحبا بيك عبد السلام، ومرحبا بالكيب الكل اللي معنا. فرحانه برشا نكون انا او في الاول في ديسيون انت تاع السفتو بيه ولا فرحانه برشا نكون موجوده معكم، هذه اول مره واول تجربه ليا معناتها هكا بكلم على مع الجمهور مباشر. هذه هي ليميسيون الاولى في تونس اللي تجمع بين البلاتو يكون اون ديريكت، معناتها تجمع بين لي زانيماتور ولي زارتيست والبوبليك اللي يكون حاضر معنا ويتفرج. لو باش سؤالي ليك برشا، اليوم نوعدوك احنا سيرتينمون بكل سوربريز معنا، سيرتو معنا المايسترو عبد الغفار يرجع من جديد. اهلا وسهلا. انا شو نقول لك لو واد كلافيي ولا المايسترو شو تحب انت؟ عبد الغفار سبعة جاوب لي ناشط هادي. خلينا نسمعوا ابن فكر مجنون واحنا راجعين. مرحبا بكم على جوهر اف ام، بودكاست من الناس الكل. لو سبيكتاكل حتى الثمانية نتاع الليل معكم عبد السلام. ابن فكر وسط الاكيب على جوهر اف ام. استغرب درب عنك ما يرضي الله وانا راضي بقالي جبعة ومشتعبة وبيقول ان انا تعبة شاف مني كتير كل خير طب ايه خليه ينسى اني خدت كتير ميرسي. اما فاخر لايف مستر دونك خلينا نكلم. اما فاخر لايف على جوهر اف ام في برنامج لو سبيكتاكل اون ديريكت من سبيسون.
شيرين بالنسبة لك انت فنانة من الصف الأول ولا فنانة شعبية؟ لا ولا بالنسبة لي أنا فنانة من الصف الأول. First class. البيعات الشيرين في مصر شيرين في تونس شكون شيرين بتاعنا؟ جاوبني بصراحة أنا. ليه ما عندناش حد ما شبع حد ما عندنا برشا أصوات. أنا لما بدلك عزداري شو بهز الدنيا صغيرة حاسس حالي بلكت الكل وما في بين عالم غيري معايا الله الله ما شاء الله ما في بحالك والله عمري بحالك بنت الصوبة حلك عالغلبة المية بيديكي ومحسوبك عالشر أنا على كوري عباس ماشية وماشية الناس ماشية تبص عليكي يا فربك أنا ناس سيني سيني أك المية بيديك جنيمة أنا ما قلت شيء إذا كان خير كان بيت تغنيت كان فيه شو أختار جنيمة ولا ولع ولا مجنون جنيمة باللي بغاك يا عمار يا لولي وانا جيت جنيمة
الاخر انا مش اعطيك كده مواضيع من اكتواليتي في تونس، جاوبني بالغناء البطاله في تونس غنيها. وشافوني زوالي وما عنديش المال والله ما نعرفش بكده. نواب الشعب في المجلس، نواب الشعب اني اغرق. والشعب بيدو في حد ذاته ما يجي يقول مصر، الشعب في حد ذاته شو غني على الحالة بتاعه والاكتواليتي واللي يعيشه. علاش هكا بالمعنى؟ هذيك هي عطاير بزربة. والله الشعب احنا ديما نحبوا الضحكة وديما ما يقلقناش الحقيقة. شعب عايش في تونس يعني. صحيح معناتها نغني له افرح يا قلبي لك نصيب تبلو هناك ويا الحبيب افرح يا قلبي. يعطيك صحة. أنا في آخر ديجا البرومييغ بارتي تاع بيت فيصل ما حسيناش بها، نرجعوا في الدوزيام بارتي مال سبيكتاكل باش نكملوا معاك شو حكيت. طلعت حرب بين عقلي والقلب، عقلي يقول لي سيبك وقلبي يقول لي جرب. كمل كمل قول. عقلي يقول لي سيبك مستغربة، ده أنا بعمله بما يرضي الله وأنا راضية بقلبي. مجنون جيبولي المجنون من بنوم تكفوت قلبي على قلبه وقلبه على مليون. جوني مار يا واخا جوني مار، قلبي اللي بغاك العمر قالوا ليد قالوا ليد تونسي. وانا جيت وخلي بدل بيه واش عليكم بيه واش عليك الحب كله حبيته فيك الحب كله. ننسي عجرم حاجة ننسي عجرم ما تخممش برشا في الأغنية. استنى 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 مش حد سحر عيونه ياي سحر عيونه نظراته أول ما تلاقينا عيني بعين صبر بيع يا عسل كلك سحر الله مكمل جمالي. ايمن شريف من العرس مزيدو عندك زوز او انت دوشة الله يا عمي الغفيت الحمالي حوزك حلالي وننسى المضى ونعيش الليالي. مريم عمارة والله ما نعرف ليه لو مزيدت واحدة بس انت مشيت في البيت لو مزيدت واحدة مالك اربع مليون عمارة في الحجر قطوسي جاي تزعب يا اخي حسن الام والام الأم بربي هكذا اخر واحدة فاطمة بوسحة يا عم الشيفور امشي دبة دبة وكان قلبي مجهور ومن فرجة لنا حبة حليلي من فرجة لنا حبة. برافو يعطيك الصحة عندك ريفليكس نعطيك عليها. I'm
مش عارف بعاد يحبكم اقرب منكم احنا طول الوقت بنعمل هذا حبوش اقرب خمسين معنا يفوق لا غادي تنجم تنجم فيها بيه انت بتاخذ كامل ولا سيمون قولوا لها باي انت حبوا انت تاخذ كامل قولوا لها سيمون 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 اما فاخر الجمهور قال لك سيمون الجمهور قال لك شكون عنده سؤال الامنا فاخر مسيو حضر لكم والفرح ما لبيك وهدول العذبوني وهدول المرمطوني وعلى جسر المسيب سيبوني وعلى جسر المسيب سيبوني وحياك دينا عراقي اخر سؤال برشا قديش برشا هاي قلت لهم معك غفار يا شو تحب الغنيه شو تحب تسمع؟ عايشة قالوا جنيمان ركب ديجا أمو الجدة طويلة صالحة أمو الجدة طويلة صالحة أمو الجدة طويلة كنك مريدة في جيلة صالحة أمو الجدة طويلة صالحة أمو الجدة طويلة صالحة أمو الجدة طويلة وزينك مريدة بهليلو ده ترى نشوف وجدك بابور ايش خويا برشا نهرت لي جدك بابور وعوام بحور ورئيس مشهور Thank you.
جوهرة FM